أهلا أحبائنا مشاهدينا، حديث الحلقة استعد للقاء إلهك. قبل ما أكمل في التشجيعات اللي ابتديت فيها، خليني أخذ بعد إذنكم مكالمة من الأخ أحمد من مصر. أعتقد هو على الخط الأول. أهلا وسهلا أخ أحمد، أنت معانا على الهواء. أهلا بك أخو، أهلا وسهلا أخ أحمد. يا ربي يباركك دايما ويبارك البرنامج ويبارك كل الناس اللي بتسمعنا يا رب. شكرا جزيلا. الحقيقة استعد للقاء إلهك، يعني عنوان رائع ولو عندي فكرة عندي، لأنه أنا بفتكر نفسي زمان، أنا طبعا من خلفية إسلامية وحجيت وعملت أكتر من عمرة، والحقيقة دايما كنت بحاول أكون مستعد ان انا اقرب ربنا، لكن دايما كان عندي شكوك. حتى وانا متوضي دايما عندي شكوك ان وضوءي اتنقض، ودي ابسط حاجه. عندي شكوك لما اموت هروح فين، عمري ما عرفت لما اموت هروح فين. الله اعلم. اتمنى وعندي امنيه ان يرحمني، لكن الحقيقه كان الوعد الوحيد اللي كنت واخده انه ما منكم الا واردها، كان ذلك على ربك حتما مقضيا. هو ده الوعد الوحيد اللي أنا كنت واخده. خدت فترة طويلة في القراءات عن الإسلام بسبب البرامج اللي كانت السبب الرئيسي فيها، طبعا أخي صديق وبعدين قناة الحياة. بعد كده الحقيقة خدت فترة من الإلحاد، وكانت فترة مش طويلة بس أكثر من سنة يعني، وما كانش عندي استعداد ان انا ادي ثقة، لاني كنت فقدت الثقة في كل دين، وما كانش عندي استعداد ان ادي ثقتي لاي دين تاني مهما كان الدين ده ايه. لكن لما قريت الكتاب المقدس وبدأت اعرف شخص الرب يسوع، اكتشفت انه مش دين، ده يعني بتتحول من انسان عادي الى ابن لله. واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله، ودي كانت نقطه التحول الرهيبه. يعني المسيحيه ما هيش دين ولا تقارن مع اي دين لانها ليست دين. المسيحيه هي خليقه جديده مخلوقين في المسيح يسوع. وكمان في كتاب تاني بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يعني معناته إن خلق جديد، زي ما الله خلق جسم الإنسان من تراب وخلق الحيوان من تراب، خلق المسيحي من الإنسان وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه. هنا بقى كان في تحول رهيب جدا جدا أخويا الغالي نزار. التحول ده كان عبارة عن إيه؟ عن اني خلاص انا دلوقتي بكلمك دلوقتي وانا واثق، انا عايش في السماء وانا موجود في الارض، في الاثنين في نفس الوقت. انا عايش في السماء وانا معك على الارض دلوقتي، عندي اليقين الكامل لاني عايش. لاني ايه اللي يثبت لي ان انا عايش؟ ان انا حي، ان انا موجود، زي ما انا بتكلم مع حضرتك كده، انا موجود في السماء وانا موجود في الارض. كنت بمسك نفسي عن الخطايا والمعاصي والشرور، وكنت باجي في وقت انهار وانا مسلم. دلوقتي انا ما بمسكش نفسي، انا بكره الخطيه، انا الطبيعه بتاعتي اتغيرت، انا بقيت انسان تاني. ومن هنا فانا بتمنى كل يوم ان الرب يسوع يجي. انا بتمنى، بصلي وبدعي من قلبي، لان عندي امل كمان ان انا يعني الرب ياخدني بالجسد ده، يتغير الجسد ده، ما موتش يعني. كل ناس ازاي في الموت؟ لا، ده مش حقيقي. ممكن في ناس كتيره مش هتموت خالص لو الرب يسوع جه في اللحظه اللي هيجي فيها الرب يسوع. وانا عندي الامل ده ومستنيه ان الرب يسوع يجي في الوقت اللي هو معينه وياخدني بالجسد. انا مستني الرب يسوع ان يجي وياخدني الحقيقه. مستعد للقاء الهي وبتمناه كل يوم، وبصلي بقول يا رب قرب الوقت تعالى، ارجوك يا رب قرب الوقت تعالى. امين. اشكرك أمين. اخ نزار، انا مش عايز اطول على البرنامج حبيبي. شكرا كتير يا اخ احمد، وربي يباركك ويمسح كل كلمه من كلامك بالروح القدس في اسم المسيح يسوع. شكرا كتير على تشجيعك. المسلمين ان ربنا يبارك الجميع ويفتح قلوب الجميع ويلمسهم بنوره.
باسم يسوع. ربنا يباركك. امين امين. شكرا كثير يا اخ احمد على كلماتك المشجعه.